السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا ليكزرسيس أ تاع الانفورماتيك تاع باك 2021. أوكي، تعملوا واضح. في الاكزرسيس هذا يحكي لنا على حكايه ترانسلاسيون دوردر ان اللي نجمو نعملوها لشين دي كاركتر، اللي تتمثل في ان نحولوا لاندر ني كاركتر. اوكي، دونك باش نحولوا لاندر ني كاركتر فير لا دي بي دي لا شين. اوكي، دونك مثلا يعطينا شين دي كاركتر نيكاتي باش يكون فيها دي كاركتر. اوكي، ده يعطينا الاوردر اللي هو ان. احنا باش نعملوا باش نجو نشدوا لاندر ني كاركتر ونحولهم في لو. اوكي، هذه هي حكاية ترانسلاسيون. يعني كي يعطينا ديز اكزامبل، مثلا بور سي هاش ايجالا بونجور و ان ايجالا ا، دونك باش نشدو اخر كاركتير اللي هو ار باش نحولوه في اول الشين. السي هاش في الاخر باش تولي كيما هكا، دونك عندنا على الاول الار، بعد عندنا بقية الشين اللي هي بونجور. اوكي، كيف كيف اذا كان عندنا سي هاش ايجالا بونجور و ان ايجالا 4، دونك انا كيت باش ناخذو لي ان ديرني كاركتير اللي هما لي 4 ديرني كاركتير باش نحولهم في الاول. السي هاش باش تولي جور وبعدها بون. اوكي، باه نكتب pour ch égal à question 1. Donc pour ch égal à bac 2021, donner le résultat après la translation d'ordre n égal à 6. Ben nikati, donc je fais ch égal n égal à 6. Donc je vais chercher les 6 derniers caractères pour en faire. Ben nikati, عندي le 1 هو caractère الاول، d le caractère الثاني، 0 الثالث، d هذه الرابع، l'espace الخامس، و c السادس. دونك نبدا نحسب من الاخر. به دونك هذوما لي 6 ديرني كاركتير، هذوما يلزمنا نحطهم في الاول. دونك هني كاتب باش نعمل سي، بعد كاتب عندي حكايه اسباس، عندي 2021، بعد الكاركترات اللي قعدوا قعدي كان البي والا، دونك زينا في الاخر ونسكر الشان نتاعي. اوكي، به بور اني جالويت نعمل سي هاش ايجا، طب باش نشد لي 8 ديرني كاركتير نعملها في اول السي هاش. به عندي حطيت لي سي 6 كاركترات والآ 7 والبي 8، دونك باش نشدهم الكل ونعملهم في أول الشين. دونك باش نعمل كيما هاك، علاش خديتهم الكل؟ على خاطر هو قال لي لويت ديرني كاركتير. أوكي، باهي، دونك خديت الويت، أش قعد لي؟ ما قعد لي حتى شيء، دونك سي سكر الشين نتاعي وموري واضح، واضح؟ باهي، نيكيتي قال لي إكرير أن ألغوريتم نومي ترانزلاسيون كي بيرمي دي لير إن شين سي هاش نوم في دي 10 كاركتير ماكسيموم. هذا باهي، وبعد كاتي دونك باش نقرو لورد ديال ترانزلاسيون لازم يكون ما بين ان ولونغير ديال لاشين، بعد كاتي باش نابليكو ترانزلاسيون لوردر ان ونفيشو السي هاش. باهي دونك نيكاتي دونك الان امور واضحة. اوكي، دونك خدمناه. باهي نيكاتي دو، اول حاجة نيكاتي باش نعمل دي بي ترانزلاسيون. باه اول حاجه باش نعملها في الالغوريتم هي تو باش نقرا لير انشان سي هاش نون فيد دي 10 كاركتر ماكسيموم. باه دونك نكيت باش نعمل ريبيتي ريبيتيشن نو اكرير دوني لاشين سي هاش. اوكي، بعد كده لير سي هاش. اوكي، باه حتى سلمتين جيسكا لونجير دي سي هاش لازم يكون اكبر ستريكت مام الزيرو باش ما تكونش في، اصغر ستريكت مام الانس، اصغر ستريكت مام الانس على خاطر هو قال لي لونجير ماكس لازم يكون 10. اوكي، دونك لونغير دي سي هاش ماكسيمال ايجال 10، معناها لونغير نتاع الشين يلزم يكون انفريور ستريكت مع 11. اوكي، دونك اي حكايه من 11 وانت طالع يعطيها لي، دونك اذا كان لونغير نتاع الشين 11 ولا اكثر دونك يلزم يعاود يقل. اوكي، دونك نكيت عملت اكبر ستريكت مع 0 باش الشين ما تكونش بي، اصغر ستريكت مع 11 باش لونغير ماكس يكون 10. واضح؟ باهي، بعد كاتي باش نقرا الاوردر ديال الترانزلاسيون. كيف كيف اني كنت باش نعمل ريبيتي جيسكا، علاش؟ على خاطر عندي حكايات لازمني نفيريفي، لازم لورد ديال ترانزلاسيون يكون ما بين ان
و longueur de la chaîne. OK ben keep keep donc on va répéter شنو نعمل مثلا écrire donner l'ordre de la translation اوكي بعد كده باش نعمل لير ان باش نقرا الاوردر جيسكا شنو جيسكا ان يلزم يكون اكبر ستريكت ما من زيرو اصغر ستريكت ما مون لونجر دي سي هاش بيس ان اوكي معناها لونجر دي سي هاش ما يلزمش الاوردر دو ترانسلاسيون ما يلزمش يكون اكبر من لونجر دي سي هاش الاوردر دو ترانسلاسيون اكثر حاجه اكبر حاجه ينجم ياخذها هي لونجر دي سي هاش اوكي دونك هكا علاش عملت اصغر لونجر دي سي هاش اصغر ستريكت ما من لونجر بيس ان اوكي بي. دونك تو قريت سي هاش وقريت الاوردر دو ترانسلاسيون مازلت حكايه الترانسلاسيون كيفاش نعملها بي. مثلا بار اكزامبل اذا كان يكون عندي شين دي كاركتر مثلا بونجور اوكي دونك عندي بونجور به يعطيني اني كالاد نجم نعمل كيما هكا مثلا نجي ناخذ لي دي ديرني كاركتر اللي هما اي وال ار سجلنا في شين دي كاركتر سي هاش ا بعد كده ناخذ البقيه الاخرين سجلنا في شين دي كاركتر مثلا سي هاش دي بعد كده نعمل سي هاش سوا كونكاتيناسيون كونكاتيناسيون تاع شنو سي هاش ان سي هاش دو اوكي دونك كونكاتيني لي دي شين دي كاركتر بالعكس انا اللي كان في الاخر نعمله في الاول واللي كان في الاول نعمله في الاخر هاكش مش نعمل احنا هنا كاتي دونك تو بعد ما قريت الشين دي كاركتر والاوردر باش نعمل فاريابل باش نسماها سي هاش ان ريسوا سوشا من سي هاش دونك في سي هاش ان باش نسجل لي ديرني كاركتير اللي حاجتي باش نحولهم في لو باه منين باش نبدا باش نبدا بار اكزومبل هكا باش نبدا من كاركتير اي اوكي نبدا من كاركتير اي اللي هو لانديس نتاع 6 واضح باه كيفاش نجم نعمل فورميل تمشي على الجماعه الكل اوكي باه يعني كاتي الكاركتير باش نبدا به اللي هو لانديس 6 باه اللي كان نعمل لونغير دي سي هاش موانزان نشبح اسك يطيح على 6 ولا باه لونغير هو 7 وعندي ان ايكال دو موان دو دونك هذي باش تطلع هذي باش تطلع كاركتير 5 اوكي بوزيسيون باش تطلع 5 دونك يزيدني هنيك نعمل بيس 1 نعمل هنيك بيس 1 اوكي دونك تو هذي باش تكون تعطيني هذي باش تعطيني 6 اوكي دونك تو باش تعطيني 6 وتطيحني على البوزيسيون اللي يلزمني نبدا به اوكي دونك البوزيسيون باش نبدا به هنيك هي اللونجر دي سي هاش مونسان مونسان بيس 1 اوكي به قداش باش نخرج من كاركتير ان كاركتير واضح به كيف كيف باش نعمل شان دي كاركتير اخرى باش نسميها سي هاش دي مثلا رسوا سوشان دونك مش سي هاش اوكي من انا كاركتير باش نبدا من الكاركتير الاول علاش مش نبدا من الكاركتير الاول على خاطرني حاجتي باش نخرج لي بريمي كاركتير اوكي الكاركتيرات اللي قاعدوا بعد ما خرجت لي اندرني كاركتير به قداش من كاركتير باش نخرج نخرج لونغير دي سي هاش منزه خاطر نيك نخرج دي نخرج دي كاركتير قاعدوا لي لونغير مون دي اللي هما 5 اوكي كي نخرج ان اون جينيرال كي نخرج ان كاركتير قاعدوا لي لونغير مون زيرو اوكي به بعد ما خرجت الديبي في سي هاش الفان فيها سي هاش ان دونك لي ديرني كاركتير في سي هاش ان والديبي في سي هاش دو اوكي تو نعمل كونكاتيناسيون بالعكس معناها اللي كان في الاخر نرجع في الاول اللي كان في الاول نرجع في الاخر دونك كي نجم نعمل مثلا سي هاش سوا
كونكاتيناسيون تاع سي اتش ان هي الاولى اللي هما لي ديرني كاركتر وبعد سي اتش دو. اوكي باه تم زال لافيشاج. دونك في لافيشاج نجم نعمل اكرير سي اتش واخر حاجه تاع ترانسلاسيون. واضح باه دونك هذه كيف ترانسلاسيون كيفاش تصير. اوكي باش نقرا اول حاجه الشان وبعد نقرا الاوردر. دونك في سي اتش ان باش نخرج لي ديرني كاركتر، في سي اتش دو باش نخرج الكاركترات اللي قعدوا اللي هما باش يكونوا على الاول. بعد هنا كيف باش نعمل كونكاتيناسيون بالعكس، معناها باش نقلب اللي كان في الاخر رجع في الاول اللي كان في الاول رجع في الاخر. اخر حاجه باش نعمل لافيشاج وبعد عندي الفان ترانسلاسيون. اوكي باه تروزيامون يحب التابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي. اوكي باه دونك عندي اوبجي عندي التيب. اوكي باش ناخذ مكان بجو التيب الرول مانيش باش نخدمه. باه عندي هنيكاتي ان اللي هي اونتي دونك هي الاوردر دي لا ترانسلاسيون. عندي السي هاش اللي هي الشين دي كاركتير. باه عندي السي هاش ان دونك كيف الشين دي كاركتير اللي سجلت فيها لي ديرني كاركتير. عندي سي هاش دو شين دي كاركتير اللي سجلت فيها لي بريمي كاركتير. اوكي باه ان شاء الله يكونوا واضحين الحكايات هذوما. الفيديو الجاي تو نشوفوا كيفاش نخدموا الالجوريثم هذا بيتون. اوكي دونك نعملوا ليكزيكسيون بيتون ونشوفوا حكايه الترانسلاسيون بيتون. واضح باه ان شاء الله يكونوا واضحين الحكايات هذوما. نكملوا ان شاء الله في الفيديو اخر.